دائما نرمين نحن عم نفتخر بالاسماء والابطال السوريين بكافه المجالات، واليوم ضيفنا هو من اشهر الشخصيات عربيا على السوشيال ميديا. يعني نرمين اول ما قرأت الاسم قلتي لي بتابعه. تذكرت دائما انت لما تكون عم تحضري فيديوهات، الاكيد اللي بيحبوا كمال الاجسام بتابعوا ضيفنا، وايضا اللي بيحبوا يعني ياخذوا نصائح مختلفه بعالم التغذيه والرياضه اكيد متابعينه. تمام، اليوم رح نتعرف على ضيفنا اللي هو حصل على شهرة كتير واسعة على السوشيال ميديا، وهو بطل بطولة سيد الكون. ضيفنا لليوم هو كاسر راتي السعيد، وهو لاعب منتخب سوريا بكمال الأجسام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك. صباح الخير، مرحبا، يا هلا. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. بداية كاسر، خلينا نحكي عن بطولة سيد الكون يلي رح تصير بعد أشهر. شو أهمية هي البطولة وعن مشاركتك فيها، كيف رح تكون؟ هلا هي البطولة أهميتها بترجع من حيث إنه رح تصير بسوريا كبطولة دولية بعد كل سنين الحرب صارت بسوريا. فنحن كأبطال سوريين كأبطال دوليين يعني حتى ننجح البطولة لازم الكل يشارك فيها، لازم تكون مشاركتنا قوية فيها، تكون مستوانا كثير جيد، تجيب ميدالية من بلدك من أرضك من جمهورك. يعني دائما نحن نفتقر لعمل الجمهور، يعني بأي بطولة بنحضرها برا سوريا بيكون عندنا افتقار من ناحية الجمهور كتشجيع، لأنه بس ببلدك أنت في مستوى ثاني مختلف، ليفل مختلف تماما. والتحضيرات كثير جيده وفي دعم كبير من الاتحاد الرياضي لها، من رئيس الاتحاد الاستاذ منار هيكل كثير عطينا دعم بهالمجال وعم بيتابعنا كلاعبه منتخب. ان شاء الله منبيضه، والبطوله كثير مميزه رح تصير بدار الاوبرا من 4 ل 7 8 بظن. هي محطه من محطاتي بطوله العالم سيد الكون، بطوله العالم مثل الشهر 11 هي الخطه الاساسيه، بس سيد الكون رح تكون محطه، وان شاء الله ان شاء الله عنا ثقة فيكم اليوم وقت بيكون في هذا الدعم المعنوي والمادي، وهو الاهم اليوم. كثير من المشاكل بالانديه والابطال بيعانوا من موضوع المشكله الماديه اللي بتاثر سلبا على قدراتهم وعطائهم. يعني كونك ذكرت التحضير، خلينا نروح لتحضيرات بطوله اسبانيا، خبرنا عنها اكثر. هلا هون فكره الدعم المادي، يعني الدعم المادي اي بطوله كانت شيء بيميز سيد الكون، انه الابطال السوريين رح تكون مشاركتهم مفتوحه، يعني حتى اللاعبين العاديين عندهم طموح قادرين يطلعوا يشاركوا فيها لبطولة سيد الكون، ما أنا حصر بفئة معينة أو بارت منتخب سوريا، وهذا الشيء ممكن يعطيهم دافع كتير كبير للاستمرار يطلعوا لمسارح دولية، لأنه بأي بلد تاني بدها تصير بده الشغل اللاعب بده يطلع يتكلف من حسابه الخاص. يعني التكاليف كتير كبيرة وتكاليف هائلة، طيران وإقامة. يعني كبطولة العالم أنا هذا حلم بالنسبة لي، فالطلعة رح تكون على حسابي اجتهاد شخصي من على أسبانيا. Yeah. ببطولة إسبانيا عم نحكي. أكيد. أما بطولة سيد الكون هي كتير رح تكون حلم لكتير ناس وصارت على عرضهم، ففينهم يشاركوا وإنجاز كتير كبير من الاتحاد الرياضي إنه قدر يجيب هيك بطولة بهيك ظروف بهيك عقوبات على سوريا لسوريا. البطولة حجمها كتير كبير ودول كتير مشاركة فيها، وإن شاء الله رح تعمل نجاح كتير كبير. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. كاسر، يعني كمان المحتوى اللي بتقدمه انت مختلف عن بقيه اليوم بالمشاكل بالمشاكل تماما. هذا اللي بدي احكي، بتجيب فيديوهات وبتقول انه هذا الشيء كثير غلط. يعني مثلا من الفيديوهات انا اللي حضرت لك اياها، وهذا بدي اسالك عنه هلا، عن المكملات الغذائيه والهرمونات. يعني احنا بنعرف لما اي حدا اي شاب وخصوصا هيك بيكونوا بطلعتهم بدهم يعملوا عضلات، في كثير كوتشز بيقولوا لهم اخذوا بروتين هيك بيسموه. يعني نحن انا شفت لك الفيديو مسكت علبه البروتين وكبيتها، بتوقع بعدها قلت انه هذا الشيء انا ما بستخدمه، هذا الشيء ضار، ويمكن حمله من الانتقادات وصلت. انا موضوع ضار ما حكيت انه ضار، بس موضوع انه كثير كوتشز حسب مفهوم الكوتشز بنظرك انت. انا بيختلف من مبدأ عندي مبدا اخلاقي. بلش الموضوع من حيث انا كنت باحد صالات الجيم، شفت مدرب عم بيقنع ولد يمكن ما عمره 16 سنه 17 سنه، بيقول له ما رح تحسن اذا ما اخذت بروتين وفتحت ساكل هرمون. عمي انت بتقضي له على حياته، على كثير موضوع الغذاء، انت ما بصير تعطي لاعب بهالعمر. فالموضوع صار تجاره عامه مرابحه 100% و200%. فصار بعض المدربين هم يحققوا ارباح طائله حتى على حساب صحه لاعبينهم وعلى حساب اي شيء، علما انه ما في بطل كبير بسوريا الا ما هو بيعرف اضرار هالامور كثير منيح وضليع فيها الاضرار، لانه هو اول شخص تاثر فيه. ما في حدا دخل ضاره لما قلت لي لا كهرمون ما كمكملات، الهرمون شيء الاسترويد شيء والمكملات شيء، المكملات ما بس انت اذا بتحسبيها بسوريا على التكلفة اللي كتير كبيرة انه لأسعارها مقارنة بالعملة السورية، فلا انت قادرة تاخذي لحومات، قادرة تاخذي مصادر طبيعية هي ارخص بتضل من المكملات الغذائية. وثاني شغلة هي اغلبها اسطورة مثل ما بيقولوا، انه ما تعطي للشخص النتيجة اللي هو بده اياها. شركات عم تضخ مليارات بعالم التسويق كرمال تحقيق مبيعات مثل اي تجارة ثانية بالعالم، يعني حتى مكملات للتنشيف، بس الاثنين الابطال بالتنشيف ما بياخذوهم، بياخذوهم مره ينشفوا. عرفتي شو؟ في لها تاثيرات هرمونيه معينه على الانسولين، ارتفاع الانسولين، توقف حرق الدم، فهي مفيده بمرحله من المراحل، ناس كثير مشغولين، بس مو بظن في شخص مشغول ما بيقدر
نص ساعه يزبط اكله فيها باليوم. كلياتنا مشغولين بس عندنا وقت نحضر وجباتنا وناخذ وجباتنا. طيب كونك ذكرت النظام الصحي الصح والشيء الضار باجسامنا، كون احنا اليوم بالشهر الكريم، اليوم انتم كلاعبين هل عم يكون سيستم التدريب والغذاء بشكل عام لكل حدا كمان اليوم عم يتابع بيحب لعبه عم يجرب مو ضروري اليوم كمال الاجسام وبكمال الاجسام، شو هو الصح والغلط من هذا الشهر الكريم؟ هلا نحكي فكره، هلا موضوع الصيام كلاعب بناء اجسام هو موضوع عضليا ما هو صحي. يعني انت لما تضلي 14 ساعه بدون اكل فانت في عناصر معينه الجسم ما بيخزنها بنهاره، فانت بحاجه داخليه مدار وجبات، لهيك بناخذ كل ساعتين وجبه او كل ثلاث ساعات وجبه. البروتين مثلا الجسم ما بيخزنه فنحن مضطر ندخله كل ثلاث ساعات مثلا. الكربوهيدرات الجسم اوكي ممكن يخزنها، بس لما بيجي الشخص بده يصوم فعمال بده يفكر بهذا الشهر يحافظ على الكتله العضليه اللي بناها كل السنه، انه بشهر ما فينه يبني عضلات جديده، بده يفكر كيف يحافظ على الشيء اللي عمله. فانا افضل التمرين تحديدا بعد الافطار بساعتين او بعد باربع ساعات من الافطار، الشخص خد وجبتين او وجبه قبل الافطار، وجبه يكون فيها كارب عالي اذا بالنظام الغذائي اصلا في كارب، ويكون اكله نظيف يبعد عن جو رمضان الزيوت والسمن المهدرج المعجنات السكر، يضل اكله صحي نوعا ما وقادر يحافظ ويمر هالشهر على خير وياخذ نتيجه اللي هو بده اياها. ممكن يحقق مكاسب بخساره الدهون ويحافظ على عضلاته. اكيد بيجوا كثير اشخاص يعني سيدات او حتى رجال بيقولوا لك انه احنا ما قادرين نخسر وزن، او يمكن بتبقى يمكن بعض العادات انت بتشوفها صارت شائعه بين الاشخاص، كيف ممكن احنا نقدم لهم نصائح لهذول الاشخاص؟ مثلا من الاخطاء او يمكن النقاط السلبيه انه هم ما بيلعبوا رياضه، بيقول لك ما عندي وقت العب رياضه. المشكله انه ما بيلعبوا رياضه، ولما بيقرروا يلعبوا رياضه بيدوروا على الطريق السهل دائما. بتشوفي الناس انه حب بنحف شخص 10 كيلات بالشهر بشوفوه على الانترنت مثلا ما عندهم مشكله، مثلا حب ينصحك 10 كيلات بالشهر حتى لو فيه كورتيزول، اغلب الناس تاخذ كورتيزول كرمال تنصح عم توصل مع انه الطريق الصعب وما انه اصعب بكثير، هو نظام بس بدايته وبنظام غذائي وتمرين ساعه باليوم ماكس، يعني سواء الشخص بده ينحف ولا بده ينصح، فموضوع بس مجرد التزام كتدريب وكتغذيه، مدرب شاطر مشرف شخص يهمه مصلحه اللاعب بنظام غذائي وتدريب صح قادر الشخص يعمل بده اياه، اي مكاسب سواء شاب ولا بنت، بس نحن بس دائما باي شيء بالعالم في طريق سهل الناس بتفضل الطريق الصعب نوعا ما. طيب ياسر خلينا هيك نحكي بشكل سريع، اليوم شو اهم المشاكل والمصاعب اللي بتواجهكم كابطال دوليين سوريين؟ هلا الامانه التاريخيه. ماديا اكيد نحن اليوم هلا اوكي هلا ماديا هذا موضوع مختلف تماما، التكاليف كثير هائله بالنسبه لدخل المواطن السوري، يعني تقريبا يمكن 100 ضعف راتب اي شخص، يعني التكاليف الشهريه عم نحكي. وهي غير تكاليف السفر لاي موضوع ثاني، بس بشكل عام نحن الاتحاد السوري بحاول ما يقصر معنا قدر الامكان، الاستاذ منار هيكل والاستاذ سمير اسماعيل امين سر الاتحاد كثير بحاول يعطونا دعم، يعني حتى وانا مسافر بيطمنوا علينا وبكذا. بالنسبه للتكاليف الماديه بنتوقع من الاتحاد الرياضي اللي عم يعطينا دعم اكبر. على الاقل بتكاليف السفر وبهالامور هي ان شاء الله على اقلها. بالنسبه لموضوع الاكل والشرب لما ما قادرين نشيل حالنا فيه الجميع، بس بتزعلي انه في ابطال سوريين عم شوفهم بمستوى كثير عالمي، الشباب عم تتعب، عندنا جينات سوريه بتخوف، ما عندهم قرص لان يطلعوا بطوله دوليه سفر، انه كيف بدي اخذ اوتيل، كيف بدي ادفعوا تكت الطياره. عندنا جينات حرام ما تشارك باولمبيا اذا بدك، ان شاء الله بتلاقوا عندنا مستويات بتخوف، بس ان شاء الله في دعم جاي قادم نتامل ان شاء الله، ونحن بنتمنى لكم الخير ونتمنى هيك نشوفكم ابطال على المستوى الدولي وترفعوا اسم سوريا بالعالم، مثل ما قلنا متعبين عليكم ومثل ما قلنا نحن بحاجه بس لشويه دعم. اكيد بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، واكيد كنا بنحب تكون معنا بوقت اكثر، حبينا نستغل نزلتك على سوريا، كل التوفيق وان شاء الله هيك بالتتويج بالذهب قريبا. كثير انبسطت شفتكم. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. ايضا رشا ضمن طقوس الرمضانيه